السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديالي لمسات ام البنات. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم غادي نشارك معكم اقتراح د العشاء تحت الطلب ديال بزاف ديال المتتبعات. انا براسي كنحير شنو غندير اليوم العشاء، شنو غندير الكوتي ولا الغداء. الكوتي والغداء كيكون معروف هكا، الغداء كنديرو طاجين ولا كنديرو دواز ولا شي حاجه، ولكن الاغلبيه في العشاء كنحيروا شنو نديرو. فغادي نحاول ان شاء الله باذن الله انني نبقى نشارك معكم هكا بعض الاقتراحات اللي تتكون اقتصاديه وسهله وفي نفس الوقت كيبغيوها الوليدات الصغار. فاليوم غادي نشارك معكم بيتزا من لاباط ديالها، لاصوص اللي فيها الخضره هكا باش ندخلوا الخضيره للوليدات ديالنا. وغادي نشارك معكم الطريقه ديال الشوربه ديال الحوت ولكن ما فيهاش الحوت، بطريقه اللي سهله واقتصاديه. فنبداو على بركه الله. فاول حاجه البنات غادي ندير لاصوص ديال المطيشه واحد الطريقه اللي ساهله وديجا راني شاركتها معكم. كناخذ هنايا مطيشه، كناخذ واحد الفليفله بصيله وواحد نص خيزويا. بهالطريقه هذه كندخل الخضره البنيات يعني في الماكله، ما كيبغيش مثلا هما في البيتزا ما تيبغيوهاش، ولكن تندخلها لهم هكا في لاصوص ما كيحسوش بها وفي نفس الوقت كتكون صحيه. هنا بالنسبه للاباط ديال البيتزا البنات راني درت شويه ديال الفورس وشويه ديال الفينو، درت شويه ديال الخميره، بيضه، واحد القطرات ديال الخل، درت شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال مليحه، شويه السنيده وشويه ديال الزعتر. صافي دهنتهم بالماء. المهم كل مره كندير انا طريقه، الطريقه هي المعتمده عندي. منين خمرات غادي نديرها هنايا في واحد البول وغادي نسد عليها تقريبا غادي تقيس واحد نص ساعه، ومن بعد غادي نحيد لها داك الهواء اللي تيكون فيها اولا داك الخميره كنحاول انني نهبطها، وكنطلقها طلقه ديال البيتزا هاديه. هاد الطريقه هادي راني ديجا مشاركاها معكم. كما قلت لكم انا البيتزا كل مره شنو تندير فيها، بعض المرات ندير فيها حليب نيدو، بعض المرات كنعجنها بالحليب والزبده، بعد المره تندير فيها الزبده يعني فاش كنكون كنعجنها، والاهم انها تجي خفيفه. دائما العجينه ديال البيتزا البنات من الاحسن تكون خفيفه. صافي هنايا غادي ندير جوج حيت بناتي ما تياكلوا ليش كما قلت لكم الفلفله وداك الشيء. غادي ندير جوج في المقله غادي نطيبهم، ووحده غادي نديرها في الفران. هنايا هذيك الخضيره منين طابت ليا درت معها شويه ديال الماء كما شفتوا مليحه. صافي راني طحنتها في مولينكس، كندير لها كنزيد لها شويه ديال الملح وواحد شويه ديال السنيده باش كتجي هكا ما بين الملوحه والحلاوه كتجي واحد النسمه زوينه. كندير لها واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، وشويه الشاونيه اختياريه، وكنزيد لها شويه ديال الزيت البلديه. كنخلط هادشي كامل ومن بعد كندير على البوطه. بهذه الطريقه ديال هاد لاصوص كنخليها هكا فشي بوط وكنبقى نستعملها هكا لي بيتزا. بالنسبه للشوربه اللي غادي نرافق مع هاد البيتزا هادي، يعني انا كنعطيكم داكشي كيف ما انا كنصايبو، كندير يدي هنا ويدي هنا يعني فاش كانت البيتزا في الفران. انا غادي ندير الشوربه لهاد دغيا كتوجد. هنا خديت واحد جوج مطيشات، بصيله، واحد القريعه، وخيزويا. ديروا نتوما اللي بغيتو، وبطاطا. ديروا نتوما الخضره اللي بغيتو. الاهم هو اولا لاستيوس اولا الحيله ديال هاد الشوربه هذه هو في العطريه ديالها. كما قلت لكم ديروا القرعه الحمراء، ديروا اللفت، ديروا اللي بغيتو. يعني هي شوربه الخضر ولكن نسمه بالنسمه ديال الحوت. فهنايا غادي ندير واحد لتر تقريبا ديال الماء، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نديرها فوق البوطه. صافي غادي نخليوها كما قلت لكم انا كنمشي معكم على حسب التسلسل وداكشي اللي كنديرو انا كنمشي يعني كنشاركو معكم. كما قلت لكم غادي ندير وحده كبيره غادي نديرها في الفران. كنت غادي ندير مسرحه كامل في الفران ولكن ما قدتنيش اللاطا، قلت غادي ندير هكا جوج فغي في المقله ديال الخبز اللي كنديروا فيها الحرشه والملوي. كنطيبو مع هاد الجهه وعلى هاد الجهه، وهذيك راني دخلتها غير واحد شويه تشمع في الفران لانه كان مازال الحل، وقلت غادي ندير لها غير نصطيبه. هنايا كما شفتوا داك لاصوص راني طحنتها صراحه، غير جربوا داك الطريقه ديال لاصوص البنات والله العظيم اللي كتجي زوينه. انا كندير هكا بكميه بزايد وكنديرها في الثلاجه فاش كنبغي البيتزا كتجيني هكا سهله. هنايا بالنسبه للمكونات ديروا نتوما فيها اللي بغيتوا. انا خديت الطون جولي، خديت واحد جوج باكيات اولا جوج طاسات، عندي الزعتر، عندي الفخوماج الادام والموتزاريلا. هذيك البيتزا اللي دخلتها للفران كما قلت لكم درت لها غير نصطيبه. انا بعض المره كنديرها يعني كتكون لاباط خضراء وكندير فيها لاصوص، ولكن كما قلت لكم حيت كان مازال الحال قلت غادي ندير لها نصطيبه حتى الوقيته اللي غنبغيو ناكلو فيها عاد غادي ندير لها لاصوص. هنايا غادي ندير واحد الكوش مزيانه يعني واحد الكميه لا باس بها ديال لاصوص ديال البيتزا اللي صايبت معكم. وكما قلت لكم هاد الطريقه كتدخلوا لوليداتكم الخضره ما كيحسوش بها حيت انا بناتي ما تيبغيوش ما تياكلوليش الخضره. الا درت لهم هكا باينه في البيتزا فما ما تيبغيوش، يبغاو ينقيوها. داكشي علاش كنديرها في لاصوص.
كتكون صحيه وميم طون تياكلوا شي حاجه اللي كتكون هكا مفيده لهم. كما شفتوا هذيك البيتزا اللي درتها في الفران، درتها غير واحد نص طيبه، غادي ندير لها شويه ديال الخضيره لان ما غاديش ياكلوها البنات. درت لها شويه ديال الفلفله، ديروا الاضافات اللي بغيتوا، ديروا الكفته، ديروا لادان، ديروا الطون، ديروا الفخوي دماغ، ديروا شويه ديال الشامبينيون، البصله كاراميليزي، ديروا اللي بغيتوا. انا درت لها شويه ديال الفلفله، شويه ديال الزيتون كحل، وغادي نحك عليها واحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه للفرماج كما شفتوا راني درت غير شي شويه من الداخل حتى غادي تخرج ليا البيتزا من الفران، عاد كندير عليها باش ما كيتحرقش ليا. الا درتو الفرماج ودخلتو البيتزا او اي حاجه فيها الفرماج دخلتوها، لان الفرماج ما تيبغيش الحراره بزاف، حتى كنخرجها بداك السخونيه ديال البيتزا كنديرها فوقها وراه كيجي زوين ومحلك. ديروا مزيج ديال الفرماج، كاين البيتزا اللي كندير فيها بعض المره غير الانواع ديال الفرماج، مثلا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الانواع حتى هي كتجي زوينه. وكل واحد وشنو كيبغي، وكل واحده وشنو عندها في الكوزينه ديالها، يعني كل واحد على الرغبه ديالو. هنايا هذوك اللي درتهم في المقله كما شفتوا، درت لها درتها من هذه الجهه ومن هذه الجهه، المقله ديال فين تنديروا الملو والحاشه كنطيبها من هذه الجهه ومن هذه الجهه. درت لها حتى هي لاصو شويه ديال الفرماج والطون. البنات كما قلت لكم غادي نديروا غير الفرماج والطون، درت لهم جوج، وحده درتها ليا انا وراجلي. كما قلت لكم اي حاجه بغيتوا تضيفوها ضيفوها، غير الاهم ان لاباط كتكون ناجحه. وبالنسبه للسمك ديال البيتزا نتوما كتحكموا فيه، بغيتوها غليظه ولا بغيتوها رقيقه. بالنسبه للشوربه كما شفتوا هذيك الخضيره راه طابت لي، غادي نزيد لها واحد معلقه ونص ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، واحد الراس معلقه اولا معلقه صغيره ما تكثروش ديال الكمون، واحد معلقه صغيره ديال القزبر يابس، واحد شويه ديال السودانيه. غادي ندير لها شويه ديال الزويته بلديه، انا راني نسيتها تطحن، نتوما ديروها قبل ما تطحنوها. غادي نطحن الخضره كامله كما قلت لكم، ديروا الخضره نتوما اللي بغيتوا، الاهم هو اولا لاستوس هي هذيك العطريه اللي كتضيفوها، خصوصا مع هذا البرد كتجي زوينه وكتجي صحيه وكتجي هكا فيها داك يعني داك المذاق مغاير، بحال هذيك العطريه ديال البسطيله ديال الحوت كتجيبها بحال الحوت وهي ما فيهاش الحوت. بغيتي ديروا لها شويه ديال الحوت، بغيتي ديروا لها شويه ديال الكروفيت، بغيتي ديروا لها شويه ديال الدجاج، المهم ديروا نتوما اللي بغيتو. الاهم ان هادشي هذا اللي عطيتكم اقتصادي، يعني في المتناول، يعني ماشي كلشي مثلا تندير شي وصفه فيها شي حاجه تقولي لا راه ما عندناش هادي ما عندناش هادي، يعني راه ما فيها، بس مره هكا نديرو شي حاجه اللي تكون اقتصاديه وصحيه. بالنسبه للبيتزا كما شفتوا هادي اللي طيبت في الفران فريمون راه كتجي زوين، وبناتي كيتسناو مساكن حقاش نعرف فاش كنديرهم البيتزا كيكونوا فرحانين. راكم عارفين وليدات كيبغيو البيتزا بزاف، صافي غادي نقطعها. وكما قلت لكم بغيتوها غليظه ولا بغيتوها رقيقه نتوما على حساب نتوما شنو بغيتو، حنا تنبغيوها غليظه باش كتجي هكا كتشبع، ماشي بحال البيتزا ديال برا تكون رقيقه بزاف. صافي غادي نستفها هنا، ومن بعد غادي نحط لهم داكشي اللي قسم الله، زعما فريمون هاد الشهاده تيكون صحي وتيكون اقتصادي تيكون زوين احسن من داكشي مثلا ديال برا. مره تنبغي ندير لهم كاين شي حاجه ديال برا مثلا شي حاجه مقليه ولا هادي، ولكن هادشي صحي صراحه زوين. كنتمنى انكم تجربوا هاد الشوربه، هادي فريمون راه كتجي زوينه خصوصا كما قلت لكم في هاد البرد. الاضافه هي هذيك العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، كتمشيو عند الهري ولا عند الحشاب كتقولوا له عطيني العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، كديروها كي اما مثلا في شي خبيزات معمرين اولا هكا في الشوربه كتجي فريمون زوينه. كنتمنى انكم تجربوها، كنفرح بزاف البنات ملي كنشوف هكا جربتي شي حاجه ديالي وكتصيفطوا ليا التطبيقات ديالكم، والله العظيم الا كنفرح، سواء هكا شي حاجه اللي مالحه اولا الحلويات، بزاف البنات كيجربوا الحلويات ديالي وكتعجبهم، شرف ليا والله العظيم. صافي كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، زينتها بشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الحامض، زعما بحال البسطيله بحال الشوربه ديال الحوت. كما قلت لكم بامكانكم تزيدوا لها هكا شي اضافات. هذه البيتزا اللي صايبت البنات يعني عاديه، فيها غير الفرماج والطون. الاهم انكم تجربوا هذيك الطريقه ديال لاباط، فريمون راه كتجي زوينه. انا كل مره كيفاش كندير، بعض المره كندير لها كما قلت لكم الحليب الزبده، بعض المره ما كنديرلهاش البيض، بعض المره كندير لها اللبن، كل مره شنو تندير ليها. كنتمنى فريمون كما قلت لكم انكم تجربوها، تشربوها راه كتجي زوينه بزاف. الا كنتم مازالين ما دايرينليش ابوني، الا جات على خاطركم وعجبتكم القناه ديالي والمحتوى اللي كنقدم لكم، ديروا لي ابوني وشي تعليق زوين وبارطاج هكا باش نتشجع وباش تكبر العائله ديالنا. ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.